المشكلة في العراقيين أنهم أكثر شعوب المنطقة امتلاكا للهويات، فهم يتوزعون في هويات قومية بين عرب، كرد، تركمان وأقليات دينية، بين مسلمين، مسيحيين، صابئة، أيزيدية، وهويات عشائرية لا حصر لها، وهويات فئوية طائفية، شيعة، سنة، وكل هذه الهويات تفرق باستثناء واحدة تجمع، هي الهوية الوطنية التي تعني إحساس الفرد بانتمائه إلى وطن واحد تعيش فيه مكونات اجتماعية متعددة الهويات، يشكلون شعبا يجمعهم على اختلافهم شعور مشترك بالاعتزاز بوطن عاشوا على أرضه لتاريخ طويل واكتسب اسم وكيان دولة. ومن متابعتنا للانتخابات التشريعية بدوراتها السابقة وجدنا أن العراقيين توزعوا بحسب هوياتهم بين مثقفين غير مسيسين يغلبون هوية الانتماء للوطن على الانتماءات الفرعية، وسياسيين منتمين لأحزاب سلطة غالبيتها إسلامية وأخرى علمانية، وقوميين يغلبون هويتهم القومية، وطائفيين تحركهم هويتهم المذهبية، وعشائريين بعدد شيوخهم، وجماهير شعبية يتوزعون بحسب الظروف الموقفية بما يؤمن حمايتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية.